يقصد بتحميل الوقود للمحطات النووية لتوليد الكهرباء تحميل وقود نووي جديد في المرجل المركزي للمفاعل، وهو أيضا نقطة التحول بين التجارب النووية وغير النووية في مشاريع الطاقة الكهروزارية، كما إنه أحد أهم الحلقات قبل بدء المحطة النووية توليد الكهرباء ونقلها. ومن أجل ضمان الإكمال السلس لعملية التحميل، أجرى فريق البناء في السابق سلسلة من الاختبارات الشاملة مثل الاختبار البارد والاختبار الساخن للتحقق من سلامة التشغيل بعد تحميل الوقود النووي. وباعتبارها تقنية الجيل الثالث النووية لتوليد الكهرباء المطورة محليا والتي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية المستقلة تماما، تعد تقنية خوالوم واحد إحدى أكثر تقنيات الطاقة الكهروذرية تقدما في العالم حاليا، وتوازي السكك الحديدية فائقة السرعة، لذا يطلق عليها اسم الهوية الوطنية للصين. بدأ تشييد وحدة توليد الطاقة الكهروذرية رقم 5 في مدينة فوتشينغ في مايو من عام 2015 ليكون أول مفاعل في العالم يستخدم تقنية خوالوم واحد، ومن المقرر أن يتم تشغيلها نهاية هذا العام.